هذا هو البرازيليال نات او الجوز البرازيلي، هو من عائله المكسرات بس مو وايد مشهور نفس الجوز او اللوز، يمكن لانه ما تحصلونه وايد او انه سعره غالي، بس هذا الجوز البرازيلي في سر طبي وصحي وغذائي وايد وايد مميز. خل اقول لكم عنه. الجوز البرازيلي هو اعلى انواع المكسرات بل اعلى انواع الاغذيه احتواء على ماده ثمينه جدا تسمى عنصر السيلينيوم. شنو هذا السيلينيوم؟ السيلينيوم هو عنصر يسمى تريس إليمنت، يعني أجسام تحتاجه بكمية بسيطة بس له أدوار ثمينة جدا. وايد دراسات تقول أن كثير من الناس عندهم نقص من السيلينيوم لأنه ما يأكلونه. السيلينيوم هذا يدش حق شنو؟ أول شيء أعلى وأهم فئة أي حد عنده مشكلة بالغدة الدرقية، خمول، نشاط، مشاكل مناعية، لازم يأخذ سيلينيوم كافي. جهاز المناعة يحتاج إلى سيلينيوم، مقاومة الالتهابات، الأمراض المناعية، السرطانات كلها تحتاج إلى سيلينيوم. هذه الحبة الصغيرة تخيلوا من كثر ما فيها سيلينيوم تعطيك حاجتك ليومين من السيلينيوم، فحبة واحدة كل يوم أو يومين من الجوز البرازيلي يغطي حاجتك الكافية والوافية من السيلينيوم. أدري إن مو متعودين عليه، لكن دوروا أكلوا حبة كل يوم أو يوم وترك تكفيكم، تعطيكم حاجتكم من السيلينيوم المهم والمفيد جدا لأجسامنا.